بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكلمنا المحاضرات السابقة على موضوع التريجر، حكينا انه التريجر هو عبارة عن ستورد سب روتين. بديش احكي بروسيجر، بدي احكي سب روتين، يعني برنامج او برنامج مخزن جوه الداتابيس. ايش الفرق ما بينه وما بين البروسيجر او الفانكشن؟ انه التريجر يستدعى بشكل تلقائي عند وقوع الحدث. ايش الاحداث اللي احنا تعلمناها؟ حكينا اذا احنا بدنا نتعامل مع التريجرز اللي هي من نوع الداتا مانيبيوليشن لانجويج الدي ام ال، اذا هو بده يشتغل مع ثلاث شغلات، مع الانسيرت، مع الابديت، ومع الديليت. تمام، هاي ثلاث اشياء. ايش التريجرز تبعينا؟ عندنا نوعين. نوع اخذناه سابقا اللي هو الافتر، يعني بنصير نقول افتر انسيرت، افتر ديليت، افتر ابديت، وشرحناه هذا المحاضره الماضيه. هاي ثلاث انواع من التريجرز، يعني بعد ما نعمل عمليه الادخال بيجي التريجر وبعمل فاير، بينطلق. ايش انت كاتب له بين البيجن والاند؟ بنبذه. تمام. الان في عندي تريجر ثاني اسمه انستد اوف، يعني بدل ما يعمل انسيرت مثلا بدي اخليه يعمل حاجه ثانيه، بدل ما يعمل ديليت بدي اخليه يعمل حاجه ثانيه. تمام، وكاني بلغي الوظيفه الرئيسيه للديليت والابديت والانسيرت، وبحط له من عندي انا بكيفه بالشكل اللي بدي اياه. تمام، ناخذ مثال الان بسيط جدا، وبين ثنايا الموضوع حناخذ شغلات يعني هيك على الهامش، لكن هي مفيده. تمام، حتى نستفيد منها ان شاء الله رب العالمين. تعال ناخذ فكره اللي هو مثلا عندك مراسلات، او تيجي تعمل عمليه تيونينج متابعه للملف المالي او ملف الدرجات تبعت الطلاب. ملف الدرجات تبع مين؟ الطلاب. تمام يا سيدي، تعال نشوف كيف بدنا نصيد كل حاجة في النظام ونعمل عليها مراقبة. تعال نعمل جدول للطالب أو جدول للشعبة ونحط فيها البيانات تبعته. تمام؟ تمام. إذا الآن هاي create database university، إيش اسمها الداتابيس؟ university. أنا وين شغال؟ على الماستر. هاي execute، عمل لي داتا بيس وراح خزن الملفات تبعتها. هي بدليل لو اجت ريفرش، هاي داتا بيس اسمها مين؟ يونيفرسيتي، وهي خصائصها، وراح عمل لها ملفات وعمل لها باراميترز. تمام، كل هذا الكلام الديفولت، هاي الفايلز تبعتها هي مخزنه وين؟ في الداتا فولدر، وهي يسمى لي الملف اللوج وملف الداتا فايل، صح؟ وفي كمان اوبشنز هنا اللي هي البارامترز تبعته، هنا شغلات كتير، هذه كلها اخذها الديفولت. والكاركتر سيت تبعها ايوه، هنا ايش سبورت لمين الكوليكشن تبعي؟ عربي، يعني ممكن اضيف احرف باللغه ايش؟ العربيه. اوكي، ما في مشكله. طيب جو، وهي يوز كمان مره مين؟ يونيفرسيتي. اي جو، هذه ليش ما راحتش؟ بدنا نجدد الكاش. اديت ريفرش لوكال كاش. تمام، شويه وبتختفي. ولا اسمها غلط ليكون، لا هي اختفت خلص. نعمل جدول كرييت تيبل نعمل اللي هو جدول للطالب. الطالب اللي بدنا نيجي نشغله بدنا نولد له الرقم الجامعي تبعه. بدنا نولد له الرقم مين؟ الجامعي تبعه. في البداية create table مين؟ student. نفتح قوس، ايش في عندك؟ الاف نيم نوعه انفار اتشار، وليكن 30 او 35. not null. واللاست نيم النيم برضو ان، ليش حطيته ان فار تشار؟ عشان بدي اعمل سبورت للغه غير اللغه الانجليزيه، صح؟ بدي اشتغل على اليونيكود. وهي 35 وهي not null. تمام، وهي الاي دي بدي اعرفه
بار تشار مثلا 10 خانات، هو البرايمري كي. تمام، وهاي ولا خلص عرفنا اسمه واسم عيلته، وبدنا نولد له مين؟ الرقم الجامعي، الرقم مين؟ الجامعي تبعه. جميل جميل، ننفذ هذا الستودنت. اي اكسكيوت، اسف لازم احكي له يوز مين؟ اي اكسكيوت. فهاي في اليونيفرسيتي في عندنا تيبل اسمه مين؟ ستودنت. نبدأ نعمل التريجر. تمام، اذا بدي اعمل التريجر ايش يسوي هذا؟ انه انا حدخل له بس الفيرست نيم واللاست نيم، هو يروح يضيف له الاي دي. طبعا في غلط، مصيبه هنا، انا لما ببعث اعمل عمليه الانسيرت البرايمري كي هذا لازم يدخل. فهي احد فوائد انك تستخدم الانستد اوف تريجر، تلغي عمليه الادخال وترتب الامور وبعدين تعمل عمليه الادخال من جديد، يعني تعطلها مؤقتا. تعطلها ايش؟ مؤقتا. تعال نشوف كيف. كيف بدنا نعمل تريجر؟ ايش بنكتب؟ كرييت، بس قبل كرييت تعال نعمل انسيرت. انسيرت انتو مين؟ ستودنت، صح؟ اي جو انسيرت انتو ستودنت. بدي ابعت على الاف نيم وبدي ابعت للال نيم values، وابعت له مثلا هنا وائل، وهي البيطار. طبعا هذه الجمله من حالها مرفوضه، ليش؟ لان انا ما دخلتش البرايمري كي، صح؟ تعال شوفها هيك، هاي اكسكيوت، ايش طلع لي؟ خطا، مصيبه انت عامل. تمام، تقدرش تحط القيمة ايش مالها؟ نل. ماشي الحال، الستيتمنت هذه ما تنفذتش، الستيتمنت هذه ايش مالها؟ لم تنفذ. انت علي، انا راح اعمل حاجة تساعدني، راح اخليه هو يولد. انا حبعت الاسم، تمام، واخليه هو ايش ماله؟ يولد لي الرقم الجامعي تبعه. هل حضرتك حابب تفحص اذا كان الاسم موجود معطوش رقم جامعي تاني؟ النظام بيسمح انه الواحد يدخل باكثر من رقم جامعي، صح؟ تمام، انا ما بديش اعقد الامور، لكن انت في واقع الحياه العمليه حتدخل على التخصص، وحتدخل وتشوف النظام الداخلي الموجود عندك، فتفهم انت انه الطالب بجوز يلهش يسجل في نفس التخصص، تمام، مره ثانيه بيضلوا على نفس الرقم، او ممكن يسمح له مره او مرتين، مش عارف، حسب النظام اللي بيكون موجود. انا الان عندي الاجراءات اللي عندي هنا انه حسمح لاي واحد مين ما بتدخله يعطيه رقم جامعي، يعطيه ايش؟ رقم جامعي، تمام، جديد. تمام، تعال نعمل تريجر. كرييت تريجر. الان تو لما عملت انسيرت انا، هل كان في تريجر على مستوى الجدول هذا؟ ما كانش، ما كانش في برنامج بينطلق لما اعمل عملية الادخال. الان انا بدي اعمل التريجر هذا واشوف ايش بده يصير معايا. كرييت تريجر، ايش بدك سميه؟ تمام، انستد اوف انسيرت انتو ستودنت. يا سلام، شوف الاسم زي ما بدك سميه. اصلا الاسم هذا مش انت اللي بتستدعيه، مين اللي بيستدعيه؟ مين بيستدعيه؟ النظام داتابيس مانجمنت سيستم اللي هو الاس كيو ال سيرفر بيستدعيه تلقائي. متى؟ تمام، هنشوف متى. الان هذا التريجر على اي جدول مطبق؟ اون مين؟
student. إذا مرة ثانية هاي الاسم هذا بدك تختصر اختصره. هذا التريجر مطبق على جدول الستودنت. ايش الحدث؟ يعني حكينا ممكن نكتب فور يعني ايش؟ او افتر. هذا نوع فور او افتر واحد صح؟ انا ما بديش فور او افتر، بدي استخدم اليوم instead of. الحدث بدلا من مثلا الانسيرت. وممكن نيجي هنا هيك. اذا الحدث عندي هنا بدلا من الادخال، بدلا من عملية مين؟ الادخال. متى بينطلق هذا؟ لما اجي ادخل في جدول مين؟ الستودنت. لو كتبت instead of delete، عندما باجي بنفذ امر delete على جدول الستودنت بروح بعمل فاير النظام لهذا التريجر. انا الان بدي اشتغل insert. يعني لما اجي انفذ جمله زي هذه يا شباب، سواء كانت هذه الجمله انا كاتبها مباشره او كاتبها جوا function او procedure ما في اشكاليه. اذا هنا عملت تريجر create trigger اسمه هيك on هاي ها ايش بدك تسميه؟ اي اوف. وهاي بدل insert هاي insert. هاي std زي ما بدك سميه. انا معطيه رمزيه instead of، تمام، اللي هو in student او of student. الاسم هذا مش مهم كثير، مهم إلك لما بدك تيجي تعمل له alter او بدك تعمل له drop، تمام. فانت الجرافيكال يوزر انترفيس هي موجود عندك هنا بتشيله، لكن مين بيعمل له فاير؟ النظام. متى؟ بعد ما نفذ جملة الانسيرت، بدل ما يعمل انسيرت هيك معناها، بدل ما اعمل انسيرت روح نفذ الكود اللي انا بدي اكتبه بعد كلمة begin او end. هاي الفكرة تبعتنا. ايش الكود اللي بدك اياه؟ اكتبه هنا. هاي جو. وصلت الفكرة؟ هاي التريجر على جدول مين؟ الستودنت. ايش هذا التريجر؟ اذا انا عملت جملة insert روح استبدل جملة insert ونفذ الكود اللي موجود هنا. هاي معناه، تمام؟ جميل. حكينا احنا في التريجر ممكن هو ينشئ لك جدول وهمي، ممكن يعمل لك جدول مين؟ وهمي. مش وهمي بمعنى وهمي، جدول بدنا نسميه مؤقت temporary table. ايش اسم الجدول اللي بنشئ لي اياه هو؟ في عملية الانسيرت ايش اسم الجدول؟ انسيرتد. ايش اسمه؟ انسيرتد. إذا يا إخواننا هذا هو التريجر، بينطلق تمام عند عملية الإدخال، لكن ما بنفذش عملية الإدخال، بنفذ الكود اللي موجود بين begin ومين أو end. أنا بصراحة بدي أعرف متغير، بدي أعرف إيش؟ متغير. أروح أخليه هو الرقم الوظيفي أو الرقم الجامعي. الرقم الجامعي تبعنا بيبدأ مثلا بدي اعمله بالكود التالي او بآلية التلميذ التالية. طبعا احنا ما حطيناش الجندر ذكر او انثى، فبالتالي بدنا ناخذ سنة مين؟ التسجيل. سنة التسجيل من وين بتيجي؟ من الجهاز صح؟ فبدنا نعرف متغير، تمام، بدنا نسميه اي دي. ايش بدنا نسميه؟ اي دي. اذا بده ايش كلمة مين؟ ديكلير اي دي. ايش نوعه؟ var char. ايش حطينا احنا؟ 10. يلا الاي دي ايش بدي يساوي؟ هاي set اي دي يساوي، بدنا نجيب السنه تبع تاريخ من التاريخ. مش في عندنا داله اسمها ايش؟ year.
كيف بدنا نجيب التاريخ تبع الجهاز؟ get date time، وهي كمان هيك وهيك. get date time ولا get date؟ هي get date. إذن إحنا جبنا التاريخ كله تمام، بعدين جبنا بس السنة. جميل، بعديها بدنا نجيب الرقم التسلسلي تبع الطلاب. رقم التسلسلي تبع الطلاب، كيف بدنا نحسب عدد الطلاب المسجلين عندنا بجدول student؟ بدنا نعمل select count، صح ولا لا؟ جميل. count مين بدك تاخذ؟ اي حدا، وليكن IDD او ال name او الفيرست name، مش مشكلة. from مين؟ student. هذا بدي احطه في متغير، هذا بدي احطه ايش في متغير؟ ممكن تاخذ من جملة استعلام وتحطها في متغير. انا بضمن هنا select count IDD from student، ايش يرجع لي؟ اخذنا في متغير، اذا بتعرف كمان مين؟ متغير، تمام؟ I declare std no، عدد الطلاب مثلا، نوعه ايش؟ انتجر. declare في اي، تمام؟ احنا اسف عندنا هنا انت ولا انتجر، مشكلة ان انا مش حاطط ات، تمام؟ وهي انت، بزبط بزبط، وفي بيج انت وفي ايش؟ خليها انتجر وخلاص. جميل، اذا هذا الستودنت نمبر بدي اجي احكي له هيك يساوي ايش؟ هذا صار القيمه اللي اجت في الكاونت اي دي دي اعطيت لمين؟ للمتغير اس دي دي ايش نمبر، تمام؟ طب هذا لو رجع لي صفر، اجي احكي له اف المتغير تبعي هذا يساوي صفر، يعني ما فيش ولا طالب، تمام؟ إذن هنا ولا فيش إذن؟ فيش إذن، تمام؟ في الحالة هذه إيش بدي أسوي؟ The student هو هذا الحقل أو المتغير، بدي أحكي له set المتغير هذا بيساوي إيش؟ واحد، تمام؟ جميل. ممكن احط begin و end ولا مش ممكن؟ هاي begin وهاي end. طيب بدي اشوف طول الرقم هذا، بس لحظه هنا في شغله لازم اعملها يا شباب، لانه كل سنه بنرجع بنصفر العداد، كل سنة بنصفر مين؟ العداد. إذا هنا بدي أعمل وير، يعني طلاب سنة 2015 نبدأ نعد لهم، خلصوا صاروا 1000 طالب، 2000 طالب، 10000 طالب، في 2016 بدنا نرجع إيش نسوي؟ نصفر العدد. إذا إيش بدنا نعمل هنا؟ وير آخر أربع خانات ولا أول أربع خانات؟ أول أربع قنوات اللي هي السنة، مش السنة هذه بتجيب أول أربع قنوات، إذا هستخدم نفس هذه الدالة. وير كيف بدي أجيب أول أربع قنوات؟ أحسنت، ليفت لمين؟ للحقل هذا الـ IDD، صح؟ فاصلة أربعة بيساوي هذا الكلام.
شفتوا وين؟ هاي ميدان العمل، انه اللي تعلمناه نستدعيه وقت الحاجه له. هيك كده احنا جبنا انه من الرقم الجامعي اول اربع قناه هي تمثل السنه، بتساوي نفس السنه اللي انا شغال عليها. الان لو كان عندي 10,000 طالب في 2015، في 2016 مش هيعدوا، صح؟ تمام. هاي هذه ضمننا انه الترتيب حسب السنه. بدنا نطول نشوف طول ال اس تي دي نمبر. الان يا شباب اذا كان هذا صفر او واحد، اذا كان صفر خليناه واحد، تمام، على اساس انه ما رجع ليش قيمه. اذا ما رجعش قيمه بدنا نخليه يبدا. الحمد لله، يعطيكم الله ويسلمكم. بدي ابدا الان احط الاربع خانات او الثلاث خانات او الخانتين. اذا الرقم هذا واحد بدي احط له صفر 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 واحد، واذا الخانه الرقم مرجع 10 او 20 او 99 بدي احط له صفر صفر. هيك ده الرقم الجامعي، يعني اربع خانات بعدين اربع خانات لمين؟ للرقم التسلسلي، تمام، لانه الرقم التسلسلي هذا واحد، يعني 2017 واحد بنفعش، يصير 2017 صفر 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 واحد، تمام. طبعا في ان انا اعمل اف واستخدم الداله مين؟ لين، اللي هي الداله لين، صح؟ لين مين؟ المتغير تبعي هذا بيساوي واحد، تمام، هذا طوله. في الحالة هذه الرقم الجامعي هذا اللي هو الستودنت نمبر اللي انا شغال، او الاي دي دي، هذا الاي دي بدي احكي له سيت اي دي بده يساوي، يعني اذا طوله خانه واحده من صفر من واحد لتسعه، ايش بدي احط له في البدايه؟ كونكات، بدي اعمل عمليه دمج لثلاث اصفار في البداية بعدين الرقم تبعي. تمام؟ وايش في البداية كمان بدي يجي قبل الثلاث اصفار؟ الان الاي دي بدنا نحط له مين كمان؟ السنة اللي هو اخذها، يعني الاي دي القديم، صح؟ اذا هاي الاي دي، اذا كونكاتينيشن في البداية مين بده يكون؟ السنة 2017 بعدين 000 بعدين الرقم التسلسلي اللي هو راجع من عملية الكاونت. طيب else if تمام، ايش بده يكون؟ اللين بيساوي 2، إذا من خانتين يعني صار 19 20 99، تمام. في الحالة هذه نفس الكلام هذا بدنا نحط المتغير تبعنا، بس بدل ما يكون ثلاث اصفار ايش بده يكون؟ صفرين. else if هذا كلام بيساوي 3، في الحالة هذه ايش بدنا نضيف له؟ صفر واحد. أخيرا إلس الأخيرة، بدنا نحطه هذا دمج بدون ولا صفر. ليش؟ لأنه بده يكون من أربع خانات، تمام. هاي هذه الخانة إيش معناه؟ بدنا نشيله كله هذا، بس بدي يدمج اللي هو السنة ورقم الطالب، قد يكون 1000 او 1500 او 1200. هذه الدالة اخذناها احنا الاف، طب ليش ما نستخدم السويتش احسن منها؟ نحول هذا الكلام لدالة مين؟ السويتش، تمام؟ اوكي.
نشوف الدوكيومنتيشن هنا اللي هي الكيس كيف شكلها وكيف السندكس تبعها. هاي كيس الانبوت اللي احنا بدنا نشتغل عليه الاكسبريشن اللي هو اللينث الطول تبعه صح؟ وهي حطينا مين؟ وين. وين يعني الاف الاولى، وين كمان مره الاف الثانيه، وين كمان مره الاف ايش؟ الثالثه. مش الحال؟ اذا هنا كيس في الحاله اللي بدنا اياها هاي الوين الاولى، هاي الوين الثانيه وهكذا. ممكن نعمل هنا بيجن واند تمام؟ اوكي. نحول هذا كلام، نبدا بهذا الكلام، ممكن نبدا بس نحط هذا مؤقتا امامنا وبعديها حنشيله سواء هيك او هيك، هذا مش مشكلتنا اليوم، لكن من باب الاستفاده من هذا الكلام. ايش نكتب؟ سيلكت. ايش اسم المتغير تبعنا اللي بدنا نعدل عليه في الاخر؟ اي دي ايكوال. ايش بدنا نستخدم الان؟ دالة مين؟ كيس. هاي كيس اللي عندنا هذا، هاي سيلكت، هاي المتغير تبعنا، بدنا نبدا الكيس صح؟ جميل. هاي الكيس. البحث عندي عن مين بده يكون؟ عن هذا. تمام؟ كيس الطول تبع الستودنت نمبر. كم حالة إله؟ ثلاثة تمام؟ أو أربعة. تمام؟ فهاي بدنا نيجي نحكي كيس. أنا وين؟ النتيجة هذه كانت واحد. الحالة هذه ايش بدي اسوي؟ تمام؟ بدي اكتب then واكتب القيمة اللي بدي اياها. اذا هنا الحالة اللي عندي when واحد then ايش اسوي؟ أيها هذا الكلام كله، هذا اي دي هيرجع هنا في جملة select. اذا then ممكن اكملها هنا او في سطر جديد. الحالة الثانية وين اثنين ايش بدي اعمل؟ then الحالة الثالثة when ثلاثة then ناخذ الحالة مين؟ الثالثة. ايش في عندنا هنا؟ خلاف ما سبق اعلى. وميزة ون هنا ممكن استخدم معها اكبر منه واصغر منه واقل منه ويساوي، اعمل انتر بالفترات مش بس قيمة واحدة تمام؟ فهي يستخدم هنا كيس بس مستخدمش هنا ثابت. اللاست برايس ما حطوش في الاعلى، ممكن يستخدم مع الون حاجة ثانية. واضحة الفكرة هنا؟ انا هذه ما بتحت... مش هحتاج هذه الفكرة. ليش؟ لانه كل البحث على اللين تبع مين؟ طول الرقم. فبتشتغل بالطريقة هذه، استخدمت هنا طول الرقم تبعي. لو انا ما بديش استخدم طول الرقم تبعي، بدي استخدم حاجات مختلفة، مش شرط هنا زي ما هو كاتب هنا البرودكت لاين. ممكن احط الاسم، ممكن احط الرقم، ممكن احط التاريخ الانتاج. يعني هنا احط وين واحط الشرط اللي بدي اياه تمام؟ هاي طريقتين في شغل مين؟ اللي هي الكيس. انا الطريقة هذه اللي انا اشتغلت عليها تمام؟ وفي الاخر ممكن احط مين؟ else. ممكن احط ايش؟ else. وفي النهايه بدها كلمه مين؟ end. اذا هنا else ما سبق اعلى ايش بدي اعمل؟
بدون ولا حاجة. تمام بالشكل هذا. وهي مين هنا؟ اند لمين؟ لا الكيس. يعني انا بدل ما احط هنا كيس هيك، هاي طريقة ثانية. ايش اعمل؟ شوف طلع كيف باخذ هذه صح. الشكل الثاني اللي بدي اشتغله اخذ هذه واحطها هنا يساوي، وهذه نفس الاشي يساوي، وهذه نفس الاشي يساوي، وهذه تمام. ايش بدي احكي له؟ else اكبر من او يساوي 4. تمام بس هذه مش مع الون، اذا else خلص هذه ما بتلزمش. هذا كلام لذيذ وصح، لكن انا طالما ان انا بشتغل على حاجه واحده فبحطها في الاعلى في الكيس، عامل مشترك اعلى. واذا انت هنا الكونديشن تبعك يختلف المعيار اللي بدك تبحث فيه، فيك انك تبدا تشتغل تسيب هذه فاضيه وتبدا تشتغل هنا باشياء مختلفه. وهذا كلام نفسه في الجافا، هذا نفسه وين؟ في الجافا وفي الماي اس كيو ال. هذا كلام انت فيك انك انت تتعامل معه. انا حطلع هذا لانه مشترك واحطه في الاعلى، واشيل مين بس اللي يساوي. تمام وهاي الشغل تبعي. في else يعني خلاف ما سبق الحالات السابقه اللي فوق، وانت هذه لمين؟ للكيس. اذا انا هذا كله ايش بدي اسوي فيه؟ الاف بديش اياه، لكن هينا علمتك كيف تحول من اف لمين؟ لكيس statement. مين اجمل في الشكل بصراحه؟ الكيس، واقدر للفهم صح؟ جميل. اذا نكمل، احنا هيك تحصلنا مين الان؟ رقم الطالب الجامعي بيساوي بياخذ السنه وبنضيف له صفار وبنحط له مين؟ عدد الطلاب اللي مسجلين خلال هذه السنه. الان ايش بيجي علي؟ انا شغال بدل مين؟ بدل عمليه الادخال صح؟ الان ايش حسوي انا؟ هعيد جمله الادخال كمان مره. ايش عمل جوا هذا؟ insert into ايش اسم الجدول تبعي؟ student. جدول مين؟ الطالب. جدول الطالب ايش البنيه تبعته هذه؟ بدي الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي. طب الفيرست نيم واللاست نيم من وين بدي اجيبه؟ طب عشان دخلتهم توي هاي جمله الانسيرت هذه وين راح اتخزنه؟ اللي بتذكر المحاضره الماضيه اتخزن في جدول وهمي اسمه انسيرتد صح؟ اذا انا بدي اجيب الفيرست نيم واللاست نيم من جدول مين؟ الانسيرتد صح؟ وممكن اعرف متغير كمان مره هنا، متغير جديد. هيو انا ممكن اعمل فاصله اف فاصله ال نوع فارتشار. لا اسف هذا لا هذا في ديكلير جمله واحده، بعمل فاصله وبكتب الانواع الثانيه ال فار تشار 35 فاصله اللي هو اللاست نيم والفيرست نيم، او في جمله ديكلير من حالها. مين بتذكر كيف نعملها؟ ديكلير انا عارف هو الخطا تو كان بده بالات ديكلير، بتحط الاثنين مع بعض ات ال نوع ايش؟ فارتشار 35 فاصلة ات اف نوع ايش؟ فارتشار 35. حبايبي انا الان عرفت متغير يجيب لي اللاست نيم ومتغير يجيب لي الفيرست نيم، هذول بدي اجيبهم من وين؟ من جملة الانسيرت، من جملة مين؟ الانسيرت. إذا هنا بدي أعمل سيلكت، قبل ما أعمل انسيرت انتو ستودنت بدي أعمل سيلكت. إيش الحقل الأول اللي موجود في جدول الانسيرت الجدول الوهمي؟ هاي يا شباب جدول مين؟ هاي هان عملنا انسيرت للأف نيم واللاست نيم.
إذا هاي الإلنام والأفنام، إذا هنا سيلكت أت أف بيساوي الأفنام فاصلة أت ال، هذا متغير أخذ القيمة من وين؟ من الحقول اللي اسمه اللاست نيم والفيرست نيم، هذول وين مخزنين الآن؟ فروم جدول المؤقت اللي اسمه انسيرتد. هاي اللي جبت اللي توي بعتهم، هاي حطيتهم في المتغيرات. أرجع الآن أعمل الانسيرت من جديد. بدك تشتغل على الترتيب تبع الجدول هذا، الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي دي بيمشي الحال. فممكن اشيل هذا واكتب ايش؟ values. مين هو عند اول حقل؟ الفيرست نيم، اذا هنا ات اف. ات مين؟ اف فاصله، اللاست نيم ات ال فاصله، الرقم الجامع تبعه ايش صار؟ بالاي دي. تمام؟ وصلت الفكرة؟ تعال ننفذ هذا الكلام. هصغر الكود اللي عندي هنا. هاي التريجر تبعنا يا شباب. من عند كرييت تريجر، هطلع هذا للأعلى شوية هيك. تمام؟ وهي الكود تبعي مبين أمامكم. نتأكد ان الشغل اللي عندنا صح ولا لا. انا بدل ما اعمل عملية الانسيرت الان هدخل هيك، مش هعطيه رقم الوظيفة بالرقم الجامعي. تمام؟ ممكن اطبعه ولا مش ممكن؟ ممكن اطبعه، بس انا ما بديش اطبعه، بدي اعمل سيلكت بعديها. اذا خلينا ننفذ التريجر هذا وان شاء الله بكون الكود اللي كتبناه كله ايش ماله صحيح. هي اكسكيوت، ايش حكى لي هنا؟ ايرور سكسسفولي كتب لي يعني. تمام انتو ايرور. هناخذ الكود كمان شوي ارجع لك اياه، بس نكمل الفكره وتصل لدماغك. الان التريجر هذا تنفذ يا شباب، موجود. متى يستدعى؟ عندما نعمل عمليه ادخال. هاي انا بدي اعمل عمليه ادخال يا شباب. هو مش هيدخل مباشره، هيدخل على الكود اللي انا عملته جوا التريجر اللي اسمه instead of، او اللي نوعه instead of مين؟ insert. هنعمل execute لجملة ادخال. ايش حكى لي هنا؟ one row affected one row affected. تعال نعمل select لجدول الطالب. select all from student والstudents. student. شوفوا المفاجأة الآن، إنه جاب لي رقم جامعي للطالب الأول. هاي execute. وائل إيش رقمه؟ لاحظتوا الشباب إيش جاب لي هنا؟ الرقم الجامعي جاب لي اللي هو بيبدأ بالسنة 2017-0001. تعال ندخل طالب تاني غير وائل. هاي أحمد علي. تمام؟ بدل ما يدخل هذه الرسالة حيروح يستدعي التريجر اللي تو انا عملته ويحسب لي ويطلع لي رقم الجامعة. تمام؟ ويروح بعدين يعمل عملية الإدخال حسب ما انا كاتب له في آخر جملة هنا. صح؟ يلا. تعال ننفذ لأحمد علي. هاي اكسكيوت. ايش في عنده مشكلة هنا؟ في إشكالية صارت عندي يا شباب بالرقم الوظيفي هنا، الرقم الجامعي. هاي اللام F الستودنت نمبر يساوي صفر. تمام؟ إيش حطه؟ طيب غير كده إيش بدي يصير؟ خلينا أطبعه هذا. اللي صار قد يكون مش موجود في الداتابيس. يا شباب
اننا نعمل هنا كمان ايش؟ begin transaction، وبعديها مباشرة بدنا نعمل commit transaction، لان انا اشك انه هو راح على database ما كانش لسه عامل نقل للبيانات على data file. الجدول التريجر تبعنا ايش بدي اعمل له هنا؟ التر، ايش بدي اعمل له؟ التر. هاي اكسكيوت، ضفت انه يعمل يتعامل مع جملة الانسيرت هذه، عملتها ترانزاكشن عشان في النهاية يعمل كوميت على الداتابيس، يعني ينقل البيانات من الذاكره ويحطها وين؟ في الداتابيس. وهذه اخذناها قبل كده انه بيجن ترانزاكشن، انه انت تبدا تشتغل ايش؟ لو بدك تعمل اكثر من جمله انسيرت ابديت ديليت، تتعامل معاهم كلهم ايش؟ كجمله واحده ونحفظ الشغل. هي كوميت للحفظ. هنا حط زي ما بدك جمل انسيرت وابديت وديليت، هذه اخذناها. بدك تحكي له هنا كوميت، يعني تبدا بيجن ترانزاكشن وفي الاخر تحكي له ايش؟ commit transaction. واذا صار خطا لما اخذنا اللي هو ال try catch، تمام، بدل ما تحكي له هنا commit تحكي له roll back، يعني تراجع. خلينا ننفذ هذا الكلام مره ثانيه ونشوف عمليه الادخال. وين جمله الادخال؟ ركزوا معايا، احنا واجهتنا مشكله حكى لي في duplicate. ايش السبب؟ توقعت انا انه لما اجى عمل جمله سيلكت هنا للكاونت ما كانش في حدا. الان انا هاكد عليه انه انت احفظ الشغل هذا، فعملت له كوميت رول ترانزاكشن، يعني خزن مباشره على الملفات، ما تضلش في الذاكره، ما تضلش وين؟ في الذاكره. الوقت اللي بياخده ما بين اللي هو نقل البيانات من الذاكره الى الملفات، هذا الوقت خاص او هذا باراميتر خاص من خصائص الداتابيس. الان انا حكيت له مباشره دخلت وما استنيتش الوقت يصير، روح دغري خزن. تعال نعمل عمليه ادخال كمان مره. هاي هذول الجماعه نفسه، هاي اكسكيوت. اذا المشكله مش من وين؟ التخزين موجود، هي قائم، هاي اكسكيوت. ايش جاب لي؟ هي. طب وين المشكله هنا في جمله الانسيرت؟ بدي اعدل برضه على التريجر. انتبهوا يا شباب، الاشكاليه عندي هنا شباب، الاشكاليه عندي هنا، تمام. اعمل برنت، نجرب هنا. هاي جمله برنت، هاي براند لمين؟ الستودنت نمبر. وقد اكون انا غلطان في الكود وحاطط ستودنت اي دي، لا هي ستودنت نمبر ضايف في الاخر. هيك صح، ضفنا الاي دي اللي هي السنه والاصفار والرقم التسلسلي. بدي اتاكد انا من الرقم التسلسلي هذا كل مره ايش بده يرجع لي. تعال نستخدم هذه برا، تعال نستخدم هذه برا. مين التريجر؟ نجربها. هاي برا التريجر، ونعرف بلاش هذه هيك بدون براند بدون حاجه، نشوف ايش بده يرجع لي. هاي اكسكيوت. عدد الطلاب ايش؟ واحد. طيب اجينا ندخل كمان مره رفض. يعني هذا الحدث الاف، هذا بدي اشيله، الاف بيساوي الصفر مش موجوده، يعني هذا كله ايش؟ ما تنفذش. هنبدا نشتغل على اللينث. طب بدنا نزيد عليه واحد يا شباب، هاي الإشكالية، هذه المرة بس بدنا نزيد عليه واحد، ماشي الحال. else
انت علي، او احنا بدل ما نيجي نحكي له بيساوي صفر، بكل الاحوال هيها else، خلص خليها في else. else set هاي الخطأ. The student number بدنا نزيده عليه بواحد، بدي يساوي نفسه هذا زائد واحد. هاي المشكلة عندي. يعني تحققت من مشكلتين. المشكلة الأولى إنه هل هو خزن البيانات ونقلها من الذاكرة إلى الداتا فايل؟ حكى لي ما فيش مشكلة. في منطقية البرنامج الآن كل مرة بدي يجيب لي الكاونت. طيب الكاونت أول مرة كان صفر، رحت خليته واحد. بعد كده صار يجيب لي الكاونت إيش يجيب لي إياه؟ واحد. هل تدخلت أنا؟ لا، خليته واحد، فصار دوبليكيت. الآن هذه هي الحل، هذه هي المشكلة اللي إحنا كنا عاملين إشكالية عليها. هي بيجان للإلس وهي إند. هذه دائما حيرجع لي واحد 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 واحد، ويجي يدخل واحد احتمال لدوبليكيت. الأصل إنه أنا لما نرجع لي عدد الطلاب واحد أزيدهم كمان واحد، لأنه واحد جديد بده يصير. فهذه هي الإشكالية اللي كانت موجودة. هذا الكود تبعي بألتر. إذا خلاص حنفذ هذا الكود، تمام، هاي اكسكيوت. تعال نعمل عمليه الادخال من جديد، حيزيد على الواحد بكمان واحد. هاي جمله الانسيرت، انتبهوا بلا يا شباب، هاي هذول بدنا ننفذهم مع بعض. هاي اكسكيوت. احمد علي ايش اخذ الرقم؟ 7002، تمام. طيب نعمل هنا خالد، اسم الأب أو العيلة رامي. ممكن أعمل فاصلة. إيش فاصلة يعني؟ إن جملة الإدخال تدخل كمان صف. ممكن أحطه تحت. بكتبش كلمة فاليو، إيش بحط؟ بس فاصلة. وهات لك اسم، ايريم محمد فاصلة، سامي سليم تمام. هات ننفذ هذا الكلام وبعدين نعمل عملية select. هاي execute. هاي سامي سليم ايش اخذ الرقم؟ جملة واحدة، هذه لازم نكتب for each row. خلينا على الطريقة الأولى حتى نركز في الشغل تبعنا، تمام. هذه بدها تعديل على التريجر يا شباب، هنحكي عليها بعدين. أي خالد رامي اكسكيوت، أي سيلكت، أي كل واحد بيزيد. لو وصلته الآن لعشرة هكرر هذا الكلام، ايش رأيكم؟ هو بيقبل عند الأرقام صح؟ أي اكسكيوت، هاي اكسكيوت، هاي اكسكيوت، هاي اكسكيوت، اكسكيوت، تمام. تعال نعمل سيلكت، تمام. ابو العشرة اخذ خمتين هنا، لما صار عشرة ما اخذش اربع، ما اخذش ثلاث اصفار، اخذ ايش؟ صفرين، بناء على مين؟ على الكيس ستيتمنت، تمام. هذا انستد اوف مين؟ انسيرت. طيب لو بدي الآن أكمل للنوع الثاني من التريجرز، الآن إخواننا بدنا نعمل إنه الطالب هذا بدنا نحذفه. فعلياً أنا ما بديش أحذفه، أنا فعلياً بديش أحذف الطالب هذا، بدي أنقله وين؟ على جدول الخريجين. الطالب هذا إذا أنا عملت له ديليت، فعليا انا ايش حسوي فيه؟ هانقله على جدول مين؟ الخريجين، تمام يا سيدي؟ تمام. هروح اعمل الان جدول للخريجين، واعدل على جدول الطالب بحيث انه يكون في عنده حقل اسمه اكتف، او يعني موجود ولا مش موجود، نط يعني لم يتخرج، تمام؟
واضحة الفكرة؟ أوكي، كيف بدنا نعدل على جدول الطالب أول شيء، أو قبلها ننشئ جدول جديد. إيش اسم الجدول تبعك؟ create table graduation أو graduate، نفس البنية هذه. تمام يا شباب؟ هاي جدول الخريجين، هاي الجدول هذا أنشأناه. هاي اكسكيوت، ايش حكى لي؟ الجدول تم انشاؤه. تمام، تعال نعدل على جدول مين؟ الستودنت، ونضيف حقل. تمام، اسمه جراديويت، يا ترو يا فولس. اذا هنا التر تيبل مين؟ عدل على جدول مين؟ الستودنت. ايش بدي اسوي؟ بدي اضيف اد، بدي اسوي graduate، ايش نوعه؟ بت. تمام، ديفولت فولس، انه هو لم يتخرج. مش الحال، هذه مهمه كثير الديفولت، الان حتشوف اثرها. اذا انا ضفت حقل، ايش اسمه؟ جراديويت، ايش نوعه؟ بيت. ايش الديفولت فاليو؟ فولس كابيتال. تمام، هات ننفذ هذا الجدول. هذا جراديويت نوعه بيت. سيدي هاي سالب 0 و1، هاي 1، هاي ألتر. تمام، ايش الان الطالب ايش ماله؟ حطينا 1، ماشي 1 يعني ايش؟ يعني لا يزال طالب، والمفروض يحط 0 احنا، منطقي. اد هنا اعتقد ديليت ولا دروب. خلاص ماشي الحال، نعمل الآن نشوف بنية الجدول. select all from student، شوف لي ايش في جدول student، ايش رجع لي هنا؟ حقل اسمه graduate. تمام، طيب بدنا نعمل الآن كل الطلاب الموجودين عندنا هنا كلهم ما تخرجوش. اذا ايش بدنا نعمل هنا؟ ابديت ستودنت. هتستوي اذا بتتذكروا الديفولت، لما كتب الديفولت 1. تمام، في الاس كيو ال لايت فيها نفس الفكره هذه، لكن مباشره الاشياء المدخله سابقا بحط له قيمه الديفولت، ما فيش داعي اعمل جمله مين الابديت. لكن هيني في الاس كيو ال سيرفر ايش بدي اسوي؟ بدي اضطر اعمل جمله ابديت. لكن في الاس كيو ال لايت بالتجربه، بمجرد ما تعمل انت التر للتيبل، تمام، وتحط ديفولت فاليو، بحطها للشيء القديم. تمام، اوكي، ابديت ستودنت سيت، ايش الحقل تبعي؟ جراديويت ايكوال ايش؟ كلهم ما تخرجوش، 0. تمام، اوكي، هاي اكسكيوت، هاي سيلكت اول فروم ستودنت، اكسكيوت، كلهم ما تخرجوش. تعال نعمل عاد الان التريجر اللي هيعمل ديليت، اللي هيعمل ايش؟ ديليت. معايا انت ولا مش معايا؟ تمام، كيف بدي ركزوا معايا عشان تستفيدوا اكثر. ميزة التخصص تبعنا يا شباب في الشخصية تبعتك، لازم تكون انت عندك قدرة على التركيز تزداد كل يوم عن يوم. الدروس اللي بتعطيك لانش هذا ابو 5 دقائق و10 دقائق تضعف عندك قدرتك على التركيز.
ماشي الحال؟ اوكي، بدنا نعرف الان التريجر. كيف بدنا نعرفه؟ كرييت ايش التريجر؟ ايش بدك تسميه؟ انستد اوف ديليت ستودنت او اس تي دي وخلص، وهي كلمه تريجر زي ما بدك تسميه. على اي جدول هذا بده يطبق؟ اون جدول مين؟ الستودنت. ايش الحدث؟ انستد اوف بدل مين؟ بدل الديليت. بس از بيجان او اند وهاي جو. تمام يا شباب؟ طيب ايش بدنا نعمل هنا؟ بدل ما نعمل ديليت ايش بدي اسوي؟ بدي اروح اعدل. شباب بدي اروح اعدل مين؟ اللي هي اللي جراديويت، بدي احطها بدل ما هي صفر بدها تصير ايش؟ واحد. اذا مباشره بدي اعمل ابديت مين؟ جدول الستودنت سيت جراديويت يساوي واحد. ايش الشرط؟ وير، صح؟ مين هو اللي انا عملت له تعديل؟ الطالب اللي رقمه الجامعي كذا، صح؟ انا ايش عامل له هنا؟ حذف. الحذف كله حيتخزن في جدول مين يا شباب؟ ماشي، بس للان لما بدي اعمل عمليه ديليت، لما اجي اكتب ديليت هيك احسنت، حيخزن في جدول ديليتد. انا ممكن اعرف متغير هنا، اي ديكلير ديل اي دي. ايش يعني ديل اي دي؟ يعني الستودنت اللي انا حذفته ايش نوعه بده يكون؟ هيو فار تشار زي هذاك 10. تمام، قبل جمله الابديت انا بدنا نجيب الطالب، رقم الطالب اللي انا عملت له ديليتد. اذا بدي احكي له سيلكت ايش رقم الطالب؟ اي دي دي فروم مين؟ ديليتد. هذا الديليتد جدول مؤقت بيتم انشاؤه في التريجر اللي هو مرتبط بعمليه الديليت، صح؟ هذا راجع المحاضره الماضيه. الان هذا الاي دي دي بدي احطه في المتغير هذا، فباجي بحكي له هذا بيساوي النتيجه اللي برجعها لك. انا فعليا حذفت واحد، فبالتالي بدي اجي احكي له وير اي دي دي بيساوي الحقل هذا. فانا جبته من اللي هو البيانات اللي انحذفت ورحت الان عدلت. بعد ما عدل ايش بدي اعمل؟ بدي ادخل البيانات اللي موجوده في جدول الديليت هذه، بدي ادخلها في جدول مين لجراديويت. اذا هنا شوف كيف بدي اعمل، انسيرت انتو مين؟ ستودنت. ايش الحقول اللي بدي اخذها؟ الافناء، اسف، انسيرت انتو جراديويت. يا شباب بدي اعمل سب كويري اللي اخذناها في اول الفصل. معايا انت ولا مش معايا؟ اوكي، جراديويت ايش الحقول تبعتي؟ الاف نيم والال نيم واسم الحقل اي دي دي، صح؟ ايش بدي اكتب بعديها؟ فاليوز. ايش بدي اعمل؟ سيلكت الاف نيم فاصلة ال نيم فاصلة ال اي دي دي فروم ديليتد. تمام، اذا ما ظبطتش هذه بدي افصلها، بدي اطلعها برا. تمام، احط الاف نيم في متغير والال نيم في متغير والاي دي دي في متغير، اعملها هيك. هذه ما ظبطتش. بعض الداتابيس داتابيس مانجمنت سيستم بتشتغل بالشكل هذا. تمام، هي هذه بتشيلها هيك، انسيرت انتو جراديويت اف نيم ال نيم سيلكت. نجربها هذه. تمام، جبناها من جمله سيلكت يا شباب. اذا ما ظبطتش بدي احطها في المتغيرات. ايش المشكله في هذه؟
جراديويت هو مش شايفه، مش مشكلة. تعال نجرب التريجر هذا، ما حطيتش فاليوز انا، جبت التسلسل هذا حيحطه هنا وهذا حيحطه هنا وهذا حيحطه هنا. نجرب اي اكسكيوت، ايش حكى لي؟ سكسسفول. تعال نحذف طالب معين، مين عندنا طلاب؟ select all from student هاي execute، بدي احذف اللي رقمه هذا 009 يا شباب، 2017 0009 تمام. تعال نحذفه، delete from student تمام، delete from student where ال IDD بيساوي 2017-0009. ايش اللي بتتوقع يصير مع هذا حسب التريجر؟ انه هذا تصير واحد، ونروح على جدول الجراديويت نلاقيه هناك، select all from graduate. هذا في شيء رجع نتيجة، لكن بعد جملة الديليت اي اكسكيوت. تعال نرجع مرة ثانية نعمل سلكت لجدول الستيودنت، وين اللي رقم 9 يا شباب؟ ايش صارت هذه؟ اذا عدلناه صار جراديويتد الطالب هذا. بعدين هل نقل المعلومة على جدول جراديويتد؟ هي نقل لي اياها صح ولا لا؟ مش الحال ولا ما مشيش؟ فبدل ما يعمل عملية الديليت حافظنا عليه موجود. اوكي؟ بتصير انت تعمل عاد فيو، تكون عامل انت فيو هيك كرييت فيو بتسميه اس تي دي تمام؟ اخذتوا الفيو ولا ما اخذتوش قبل كده؟ عشان انا اعرض البيانات بس للطلاب المسجلين غير خريجين. select all from student where graduate equal 0 تمام. هاي جو نجرب هذا الكلام، هاي execute student هاي execute. الآن أنا من الفيو هذا طلعت الطلاب الخريجين، فالآن لما بدي أعمل جملة select بعملش على الستودنت، بعمله على الفيو. إيش اسمه الفيو هذا؟ STD، حيجيب لي بس الطلاب الغير خريجين. رقم 9 وينه هنا؟ هي 8 وهي 10، إيش صار في 9؟ بطل يبين. فالاس تي دي هو باعتبار جدول، هو مش جدول، هو فيو تمام. طريقة لعرض البيانات، هو استعلام محفوظ بعرض لي بس الطلاب غير الخريجين، فالستودنت كل الطلاب خريجين وغير خريجين. انا لما بدي اتعامل في البحث بتعاملش مع مين؟ مع الستودنت، بتعامل مع الاس تي دي كونه ايش؟ فيو، كونه ايش؟ فيو هنا. وهيك بتصير تضمن انت انه بعمل ديليت للستودنت، اوكي ماشي الحال، حذفناهم، غيرنا الفلاج تبعهم، هو صار جراديويت ترو واحد تمام، ونقلنا البيانات تبعته وين؟ على جدول الجراديويت. ولما بتعامل في البحث وفي الشغل تبعي بتعامل مع الفيو، بتعاملش مع مين؟ مع التيبل مباشره. يعطيكم الف عافيه.